السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شيخ جزائري يتكلم عن تأخر نزول المطر في الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. نتكلوا على ربي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا في طريقي إلى العمل، اليوم رانا الأربعاء 15 نوفمبر 2023. أيها الإخوة الكرام، الجو راه ربيعي، يعني رانا تقريبا في الربيع. احنا ما راناش نقولوا علاش رانا في الربيع وعلاش الجو راه هكذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن يا اخواني الكرام لابد من تنبيه، السنة الماضية العام اللي فات صلينا صلاة الاستسقاء 5 مرات. طبعا تقولوا الاستسقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاها موسى عليه السلام، جاءه بنو اسرائيل قالوا يا كليم الله سنهلك، فادعوا الله لنا ان يسقينا. فصلى صلاة الاستسقاء، وتعرفوا القصة والرواية في كتاب التوابين لابن قدامة رحمه الله. الله عز وجل أوحى إلى موسى قال يا موسى إن فيكم عبدا عاصي. ثم موسى قال يا ربي من هذا؟ شغل أفضحونا كشفوا. ربي سبحانه وش قالوا؟ لا يا موسى. بعدما أغاثهم قالوا رجل ظل أكثر من 70 سنة أو 40 سنة يعصيني وأنا أستر عليه وهو الآن قد تاب، أفضحوه؟ الله عز وجل من أسمائه الحسنى الستير يستر عباده. لكن أيها الإخوة الكرام، ما ذنب الدواب والحيوانات؟ ستلعننا الدواب والحيوانات عندما لا تجد ما تأكله، كما جاء عن الطبري عليه رحمة الله، دواب الأرض تلعن بني آدم أن كان سببا في منعها، في أنها لم تجد ما تأكل. يعني بعد ربي سبحانه يمنع الناس القطرة من السماء بسبب ذنوب بني آدم. أيها الإخوة الكرام، تأخر الغيث أو تأخر نزول المطر هذه محطة لابد أن نتوقف عندها. الناس حابة تغطي الشمس بالغربال، ما كاش الشتاء نورمال صلينا صلاة الاستسقاء نزيد نص. لا يا أخي سي با نورمال. تأخر الغيث رسالة من الله، وما نرسل بالآية إلا تخويفا. إلى أين؟ ما زال الشرك بالله والأضرحة في بلاد المسلمين، ما زال القباب والشرك يا سيدي فلان ويا سيدي فلان. دعاة يعني عندهم بعض الدعاة اللي عندهم عقيدة ضالة يجيزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للأولياء الصالحين. أعظم ذنب هو الشرك بالله، لربي ما يغفروش إلا بعد تجديد الإيمان وتوبة النصوح. ما زال الشرك بالله في بلاد المسلمين، ما زال الناس تشرك بربي يا سيدي فلان يا سيدي فلان، فهذا أمر خطير. ما زال الناس ما تصليش، أول ما يحاسبوا به العبد يوم القيامة والله الناس ما تصلي. 30 سنة راجل في المسجد يصلي والله ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يعرفش باللي حلق اللحية حرام، وجايب حجة وعمرة وحافظ القرآن. ما اللي حكيت معه والله غير يبكي، قال علاش الإمام ما قالناش حلق اللحية كبيرة من الكبائر كما قال الإمام مالك لا يفعله إلا المجوس. وزيد الدياثة، رانا نشوفوا البنات ونساء عري عجب، المسجد معمر برجال، النساء برا كاع عريانات، الدياثة الديوث لا يدخلوا الجنة. يا ناس لازم نحاسبوا ونعسوا بناتنا ولسانا الدياثة. أما الشحناء والبغضاء عجب، إخوة ما يتكلموش ما يتهضروش، والمواقع التواصل الاجتماعي راهي مصيبة. واحد يقول أنتم خوارج، واحد يقول مداخلة، واحد يقول فراكسة. اتقوا الله يا إخوان، خافوا ربي أيها الإخوة الكرام. قضية فلسطين راح تفرقنا، المفروض أنها تجمعنا. طبعا قضية القتال والذهاب إلى فلسطين لابد أن يكون بفتوى من العلماء وباستشارة الحكام، هذه ماشي قرك على صيد الحوت ولا صيد المقانن، فلازم طريقة، لازم بعلم وبشرع. وخلي الظلم اللي راه في الشركات، الظلم اللي راه في الدار. النساء ترجلت وكاين رجال حقارين يحقروا نساء، الجيران بيناتهم مصيبة، علاقات والله غير كارثة، متقاطعين ما يتهدروش. خاوة جابتهم كرش واحدة على جلورث، لا فرح لا قرح ما يتلاقاوش. أما التجار كشتوا واش داروا فينا ومازالهم. في عيد الأضحى الكباش حرمتوا الناس باش تحيي سنة إبراهيم، كنتوا تحاربوا الإسلام عن قصد أو عن جهل الله أعلم. الكليماتيزور زادت شوية حرارة سخانة، عوض تنقصوا لهم بروموسيون كما يديروا اليهود والنصارى، رحتوا زدتوا لهم 1.5 مليون. ناس عندها القلب، عندها لاتونسيون. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كيف حبيتوا ربي يغيثنا؟ الزنا راهي دايرة حالة يا إخواني الكرام، والله غير عجب. والدليل أن الزواج ما كاش، أغلب الناس راهي تزني كي الراجل كي المرأة، إلا من رحم ربي. ورانا رايحين أيها الإخوة الكرام وين؟ وخلي الغيبة والنميمة، فاتقوا الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا.
لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا من لطفه ورحمته بعباده ولو قال كل ما عملوا ما ترك على ظهرها من دبة. ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، في الشركة، في الدار، التاجر، يعني إخوة في المسجد، أهل العلم، العلماء. وآخر ما أقوله كولينا نتجرعوا نستهزوا بالعلماء وأهل العلم ونسيع إليهم. هنا ما بقاش دنيا، لولا العلم والعلماء لصار الناس بهائم. ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء، والسلام عليكم ورحمه الله.